أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا يقول: بعض الناس قد يصوم في رمضان ولكنه يشاهد التلفاز والدش وغيرها من آلات اللهو، فما حكم صوم هؤلاء؟ حكمه أنه ناقص، صوم ناقص، وقد يكون صوما لا أجر فيه، قد يصوم الإنسان يتعب وليس له أجر. قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. فهذا ليس له أجر، اللي يصوم ولا يكف بصره عن الحرام ولا سمعه عن الحرام ولا جوارحه عن الحرام ولا لسانه عن الحرام، هذه الأشياء تنقص صومه حتى ربما لا يبقى له أجر. نعم.